هذاك الفيديو سولتيني على السروال العادي كيفاش كيتفصل. سروال عادي هو ديال لاستيك، سمعتي يا اختي؟ اول حاجه كيكون عندنا التوب فيه متر وعشرين في الطول، تكون متر ونص في العرض، ملي كنطويو على جوج كيولي عطينا 75. مثلا السروال عندنا فيه في الطول متر، اعتبار ديال انه عندنا فيه متر، كنكون طوينا التوب على جوج. دابا انا درت واحد الطرف ديال التوب زرق باش يبان، فهمتي؟ باش يبان لك مزيان. مثلا عندنا فيه متر بالنسبه للسروال، كنزيد واحد 4 سنتيم هاهي ديال لوغلي، وكنجيو عندنا مثلا في العرض 30 بالنسبه للباسان، كنجيو كناخدو هذيك 30 ونخدم بالسنتيم باش تفهم مزيان، اللي هي هذه مثلا 30. كنتراسيوها، كنتراسيو القيمه ديال العرض الكثيره بالنسبه للسروال، كنزلو على الطول ها هو هذا، كنزلو بواحد 4 سنتيم هي ديال لاستيك اللي هي هادي بحال هكا. كنتمنى يكون تيبان لك مزيان. كنجيو كنقسمو هاد 30 اللي درنا، كنقسموها على جوج هما هكا، كنتراسيو النص ديال السروال بحال هكا. القاعدة باش غادي نلقاو القاعدة، هداك العرض ديال الباسان هو باش كنهبطو، هاد 4 سنتيم اللي درنا من الفوق كان ديال لاستيك كنخليوها أبر، وكنزلو بهاديك 30 باش كيولي عندنا هداك المستوى ديال هكا مربع. هنا تقسموه على جوج باش تسهل عليك القضيه، الا بغيتي تقسميه هنا على جوج كتقسميه من عند الطول حتى لعند البلاصه اللي غنديروا فيها القاعده، الا ما بغيتيش كتنزلي من الفوق من عند تنخليو هذيك 4 سنتيم ديال الغيره، وكنزلو ب 50 اللي هو الخط فين كتكون الركبه. فوالا هذا ترسيناه. دابا حنا نفصلو في القدام، الضوفات ديال السروال القدام، كنطلعو من هنا من عند هاد الخطة هدا كنطلعو للفوق بسبعة سنتيم اللي غادي نحطو فيها القياس ديال الباسان، هاهو هو هدا القياس ديال الباسان فيه 30، غادي نقصو حنايا 2 سنتيم، كنقصوها من القاعدة من هي هادي، وكنقصوها من الجيب هدا هاكا، كتبقى عندنا 28. من بعد هاد السنتيم اللي ناقصنا غادي نزيدوهم في الضوفات ديال الدار اللي هما هادو، وكنجيو كنزلو من هنايا بواحد 3 سنتيم تقريبا باش تكون عندنا القاعدة هابطة اللي هي هادي، وكنزلوها من هنا عاود باش كنقطعوها تحيد، الا 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 غطروي ليها غادي تولي مايلة لعند القاعدة. ها الجنب ديال السروال اللي ممكن نديرو فيه الجيب الا بغيناه، وها القدام ديال القعدة هو هذا، كنجيو كنديرو بيستولي. دابا حيت هذا الطرف صغيور ما غاديش يبان لنا، كنجيو كنلاقيو هذا هكا هو مع هذا، شفتي؟ وهذا هو لقينا مع هذا. هنا كنجيو الى دابا هادو ديال لاستيك كنخليوه هنا عادي، هذا القياس اللي كاين هنايا هو اللي غادي يطلع في السروال من هنايا، فهمتي؟ حيت في لاستيك كنجيو هنا القياس كتكون اصلا انت خديتي الركبه مثلا 16 كتقسموها على جوج كتعطينا 8، كنديرو حنايا 7 7 اللي هي هادي هكا، كنديرو هنايا عاود 7 سنتيم اللي هي هادي، وكنلاقيو هاد البلاصة هادي هكا من القاعدة لعند الركبة، ومن عند لي هونش لعند الركبة هادو. عقدي معايا راه داك السنتيم اللي ناقصين من هنا ناقصينهم من هنا، غادي نعاودو نزيدوه في الدار ديال السروال اللي هو اللورد سترو. بالنسبه للفم ديال الرجل لتحت مثلا بغينا 18 ولا بغينا 16 ولا على حسب واش دغوا ولا سليم فيت ولا اللي بغيتي، مثلا عندنا سميتو 16 غادي نديرو 13 غادي نديرو 12 12 هنايا، هي 12 عاود، وكنزيدو كنلاقيو هاد القياس هذا مع هذا،
نقيو عاود هذا مع هذا. هذا دابا راه قياس ديال السروال دغوا بلاستيك، الطول هو هذا هو مترو، وزدنا هذيك 4 سنتيم ديال لوغلي باش نديرو 2 سنتيم على 2 سنتيم، اللي هي هادي كنلاقيوها هكا مع بعضياتهم هما. اللي هو هذا هاد الليس دابا اللي غندير عليهم العلامة، هادو هما السروال هكا باش يبان ليك فهمتي في الفيديو. هادو عليهم هاد الكروة، هادو هما الضوفات ديال القطان، غادي نقطعهم دابا بنقص. دابا راه الفيديو خليته غادي كما هو، ما كاين لا مونتاج لا والو، كما غادي نخدم كما بقيت في من الاول حتى لدابا. بان لك دابا هادو هما ديال القدام اللي شتيناهم، غادي يولو بحال هكا. ملي كنخيطو السروال بحال هكا، هاهي القاعدة ديال القدام، هما رجلين القدام. غادي نجيو دابا غادي نهزو عليهم الظهر، ساهلة غير ما تعدي براسك عاود تاني تعاودي تفصلي الظهر بوحدو وكدا. كتجي لهنا تكوني كتزيدي هاكا 4 سنتيم هنايا باش كتزاد في قاعدة متنسيهاش. هاديك 4 سنتيم اللي درناها ديال اللاستيك غنبين نديلك هاكا باش يبان لك حسب هاكا باش يبان لك مزيان. دابا رويتي هذيك 4 سنتيم اللي درنا ديال الطول، ها هي شتيها، قولي تزد دابا 4 سنتيم اخرى، وزدت 4 سنتيم اخرى هنايا باش غادي تولي عندي قاعده هكا، باش كتولي القاعده ديال اللور كبيره على ديال القدام، باش ما يكونش عندنا داك المشكل ديال السروال ملي كتجلسي كيعاود يهبط فهمتي. تضرت لي واحد الصابونه ماشي مشكل. المهم كنزيدو هنايا سنتيم في الظهر كامل، وكنزيدو هنايا بالنسبه من عند الركبه من هنا كنزيدو سنتيم نازل حتى لعند فم الرجل، وهنا القاعده كنزيدو تقريبا فيها واحد 8 سنتيم هكا كتكون زايده، وهنايا الفوق تبقى كامل عندي هكا. هنايا كنزيدو سنتيم كنقطعوه هنا هكا، كنجيو هنايا بان لك دابا ياك، نتمنى يكون بان لك السروال مزيان. شوف هما دابا ديال الدار هادو، وهادو ديال القدام، هذا اخر هو ملي كيتخيطو من هنايا هكا، تخيط ديال الدار ديال اللورد ديال السروال، كتعاود تخيط ديال القدام، وحنا خيطنا الجنب وهو السروال كامل، وهادي كتنا على حساب لاستيك، هاهي كتجي عندنا القاعدة صغيرة. كنتمنى نكون فدتك، يلاه السلام عليكم.